بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا پہلا حصہ پارہ نمبر 5 کے آخر میں ہے، اور بقیہ حصہ رکوع نمبر 21 کا پارہ نمبر 6 کے شروع میں ہے. تو آئیے ہم رکوع نمبر 21 اس کا دوسرا حصہ پارہ نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں. ہمارے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم پارہ نمبر 6 شروع کر رہے ہیں. جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے پارہ نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ لا يحب اللہ الجهر يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بالسوء بالسوء من القول من القول إلا من ظلم إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء بالسوء من القول إلا من ظلم
وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ اس ہو کو لمبا نہیں کرنا تخفوہ نہیں پڑھنا او تخفوہ او تعفو او تعفو فَإِنَّ اللَّهَ كان عفوا قديرا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ ورسله
ويقولون نؤمن ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ببعض ونكفر ونكفر ببعض ويريدون ببعض ويريدون أن يتخذوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون أولئك هم الكافرون أولئك هم الكافرون حقا حقا وأعتدنا وأعتدنا للكافرين وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا ناظرین یہاں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ولم يفرقوا بين أحد منهم بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم
وكان الله غفورا رحيما. اس آیت سے میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں جہاں آپ کو کرسر کا نشان نظر آ رہا ہے تو آپ ذرا غور سے سنیے. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ناظرین سورہ نساء کے 21 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. یہ 21 رکوع کا دوسرا حصہ تھا. اب ہم رکوع نمبر 21 کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 22 وہ شروع کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس رکوع کو اچھے طریقے سے سنیں گے, یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.